بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من الأبطال. زي ما تعودنا كل يوم حد وأربع بنكون مع بعض من 8 ل 9 ونص عشان نتناول أهم الأخبار اللي حصلت على الساحة الرياضية في الألعاب الأخرى داخل جدران النادي الأهلي محليا وأيضا عالميا. الحقيقة الحدث الأهم والأبرز خلال هذا الأسبوع وهو تكريم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجموعة من اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية الحاصلين على ميداليات في بطولة الألعاب الأفريقية اللي أقيمت في شهر مارس الماضي في غانا. الحقيقة البطولة دي كان مفروض أنها تقام في الصيف الماضي في 2023، ولكن لظروف تنظيمية والاستعداد والملاعب تم تأجيلها لشهر مارس 2024، ولكن حملت نفس الاسم غانا في أو أكرا 2023. وده طبعا العرف زي ما حضراتكم عارفين في كل الألعاب الرياضية، لو تم تأجيلها لا بتفضل محتفظة بالاسم والزمان اللي كانت مفروض تقام فيه. وأكبر دليل على كده هي طوكيو 2020 والتي أقيمت في عام 2021. الحقيقة تكريم سيادة الرئيس بيجي في وقت مهم جدا قبل مشاركة أغلب الرياضيين اللي تم تكريمهم أمام سيادة الرئيس في الألعاب أو دورة الألعاب الأولمبية اللي خلاص هتبتدي خلال أيام قادمة. فالحقيقة هذا التكريم كان مهم جدا، وشهد هذا التكريم حضور كبير من اللاعبين والأجهزة الفنية والكوادر من داخل النادي الأهلي. الحقيقة يعني أكتر تكريم أو أكتر شرف بينتظره أي رياضي هو التكريم طبعا من سيادة الرئيس، لأن بيبقى ذكريات وبتبقى شرف يعني بيفضل اللاعب بيتذكره أو الجهاز الفني أو أي كادر رياضي بيفضل يتذكره العمر كله، لأن دي بتبقى لحظات يعني جميلة جدا لما طبعا بيتم تكريمك من رمز الدولة المصرية. والحقيقة دي طبعا دي كانت الصور تبقى لحظة مهيبة، يعني خليني أقول لكم يمكن أنا يعني عشتها في فترة من الفترات، بتبقى لحظة مهيبة بتحس إن يعني إن أنت فعلا يعني الدولة المصرية حاسة بمجهودك، حاسة بالجهد والعرق اللي تم بذلهم عشان تحط اسم مصر عليه. وخليكم شايفين أو دايما شايفين إن أعلام مصر شايفين فين؟ على اليمين وعلى الشمال. اللاعب وهو بيلعب بيبقى عينه على أعلام مصر، اللاعب وهو بيلعب وبياخد مركز أول أعلام مصر بيترفع قدامه على منصة التتويج. فالحقيقة بتبقى لحظة جميلة، لحظة عمر ما اللاعبين أو الأجهزة الفنية يعني بتنساها. والنادي الأهلي كان حاضر بقوة في هذا التكريم من خلال لاعبيه الكثيرين ولاعباته اللي شاركوا في الحقيقة هذا التكريم وتم تكريمهم من سيادة الرئيس. الحقيقة حاولنا طبعا نجيب أكبر عدد ممكن من هؤلاء اللاعبين عشان يعني يوصفونا اللحظة دي ويوصفونا كمان لحظات انتصارهم في هذه البطولة، ولكن للأسف كان مجموعة كبيرة منهم بتستعد للأولمبيات اللي سافر خلاص وراح باريس، زي ما كان معانا الحلقة اللي فاتت أبطال ألعاب القوى زي مصطفى الجمل وإيهاب عبد الرحمن، وكل اللاعبين سافروا خلاص أو هيسافروا يعني خلال يوم أو اتنين إلى العاصمة الفرنسية باريس عشان يبتدوا رحلة الكفاح والجهد للمنافسات على الميداليات الأولمبية. فالحقيقه كان النهارده هيكون معانا مجموعه، لانهم يعني الكاراتيه لعبه مهمه جدا، والكاراتيه كانت لعبه اولمبيه في باريس 2020 في طوكيو 2020 وكانت حاضره بقوه بميداليتين، واحده برونزيه منهم كانت من نصيب الدكتوره جيانا فاروق بنت النادي الاهلي، وللاسف الكاراتيه خرج بره الاولمبيات او بره الالعاب الاولمبيه هذه الدوره. طب ليه يا كابتن؟ لانه الاولمبيات في الاصل مش ما فيهاش لعبه الكاراتيه، ولكن السنه اللي فاتت بسبب انها اقيمت في اليابان، واليابان من الدول المؤسسه للعبه الكاراتيه، فاختارت الكاراتيه كلعبه من الثلاث العاب من حق الدوله المستضيفه ان هي تدخلهم في قائمه الالعاب الاولمبيه. فرنسا الحقيقه عشان مش متميزه في هذه اللعبه ما دخلتهاش، ولكن في ان شاء الله لوس انجلوس الكاراتيه راجع تاني، والسكواش كمان هيكون في لوس انجلوس. فهنا يعني الحقيقه كان فرصه لينا كويسه ان احنا نستضيف لاعباتنا ولاعبينا اللي شاركوا او اللي كانوا موجودين في هذا التكريم. النهارده هيكون معانا مجموعه من لاعبي الكاراتيه في النادي الاهلي واللي كانوا اصلا بيمثلوا منتخب مصر في بطوله غانا. هيكون معانا ايه هشام ونهى عزب، الاثنين الحقيقه خدوا ذهبيه في الكاتا. انتوا عارفين طبعا الكاراتيه في منافسات، نوعين من المنافسات، الكاتا والكوميتيه. الكوميتيه اللي هي النزال او القتال اللي يعني الجماهير بتستمتع بيها شويه عشان بيبقى فيها قتال ما بين اتنين يعني،
ولكن الكاراتيه ايضا لعبه ممتعه ونشاط ممتع للكاراتيه، ولكن استعراضي اكتر، بيبقى في 3 دقائق بتعمل جمله، يعني الراوند 3 دقائق بتعمل جمله انت ومجموعه او فردي، يعني بتبقى ليها بعض الجمل المعروفه وصعوبتها، بتبقى ليها درجات وفي الاخر بيتم تقييمك. عندنا ايه هشام ضيفتنا النهارده ونهى عزب خدوا اول كاتا طبعا جماعي، وايه لوحدها خدت البرونز في الفردي بالنسبه للكاتا، خدت برونز بالنسبه للكاتا. دول 2 لاعبات تم تكريمهن من قبل السيد الرئيس. عندنا كمان حبيبه ماجد اول كوميتي جماعي خدت كمان، هتكون معانا النهارده في برنامج الابطال. وعندنا مصطفى الغباشي نجمنا ونجم منتخب مصر في الكاراتيه خد اول كوميتيه طبعا جماعي. والحقيقه دول كانوا لاعبتنا ولاعبينا من الكاراتيه اللي خدوا ميداليات في الالعاب الافريقيه. بالمناسبه مصر خدت المركز الاول طبعا في الالعاب الافريقيه، مش محتاج افكر حضراتكم ان مصر خدت بفارق كبير جدا عن الثاني، وعلى ما اتذكر كان جنوب افريقيا هو الثاني او نيجيريا، مش فاكر قوي مين اللي كان الثاني، ولكن مصر كانت فارقه كتير قوي عن المركز الثاني. هيكون معانا كابتن تامر جمال الدين مدرب المنتخب واحد يعني الكوادر برضو اللي تم تكريمها واللي كان ليه دور كبير في حصول اللاعبات واللاعبين على هذه او يعني المراكز المتقدمه مع منتخب مصر. الحقيقه دي هتبقى فقرتنا الثانيه زي ما عودناكم، بيكون دايما معانا فقره حواريه بتبقى النصف الثاني وهيكون معانا الكاراتيه. الحقيقه النهارده ما عندناش اخبار كتير اللي هي المفروض بتبقى النص الاول من حلقتنا، لان النهارده كل الانشطه يعني متوقفه والعيون تتجه الى العاصمه الفرنسيه باريس للالعاب الافريقيه. اغلب رياضيين العالم النهارده وابطالهم كلهم يتوجهوا الى باريس، اللي عامل معسكر ولسه هيروح او اللي راح خلاص هناك وبدا استعداداته لباريس او اللي خلاص ايامه هيروح، يعني خلاص كل النشاط في العالم متوقف وكله يعني خلاص زي ما بيقولوا بيربط الاحزمه لانطلاق اولمبياد باريس، الحدث الرياضي الاعظم على وجه الكره الارضيه واللي بيقام كل 4 سنوات بالتمام والكمال، ولكن المره دي اقيم بعد 3 سنوات عشان اتلعبت الدوره اللي فاتت 2021، لانها كان المفروض تتلعب 2020 ولكن تم المحافظه على ترتيب الدورات التاليه ليها فاتلعبت 2024، فكان الفاصل الزمني 3 سنوات فقط عن طوكيو 2020. هنروح لاخبارنا، هنبتدي بالمؤتمر الصحفي اللي تم عقده اول امس في النادي الاهلي لتقديم المدير الفني الجديد الدنماركي ماديسون لفريق كره اليد رجال. والمؤتمر الصحفي طبعا حضروا المدير الفني وكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، واللي قدم المدير الفني زي ما حضراتكم شايفين ماديسون لجمهور النادي الاهلي الكبير، واللي كان متشوق انه يعرف مين الجهاز الفني الجديد بعد رحيل الكبير مستر ديفيدز المدير الفني الاسباني السابق للفريق. طبعا الدنماركي ستيفن ماديسون اعلن وقال انه سعيد جدا بقياده رجال يد الاهلي، وقال كمان في المؤتمر الصحفي انه بيعد الجميع ببذل اقصى الجهد للفوز بالبطولات. وقال كمان ان سعادته بالتواجد داخل النادي الاهلي، وقال ان عنده شغف كبير لتحقيق العديد من الانجازات مع الاهلي النادي الاكبر في القاره الافريقيه. وانا بحب ازود بقى، لا النادي الاهلي من احد اكبر الانديه في العالم في كره اليد، وظهر هذا جليا طبعا في مشاركاته في بطولة العالم للأندية. وقال ماديسون في المؤتمر الصحفي اللي كان اتعمل زي ما قلت لحضراتكم أول امبارح أنه سعيد جدا بالتواجد والتعاون مع نادي بحجم النادي الأهلي واللي بتولي رئاسته طبعا الكابتن محمود الخطيب، أحد أفضل رؤوس الحربة في تاريخ كرة القدم الأفريقية والعالمية. هو بالمناسبة هو عارف الكلام ده من قبل ما يجي. وتوجه ماديسون بالشكر للمهندس خالد مرتجي امين صندوق النادي والكابتن خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي على اتمام التفاوض معه بشكل احترافي ومميز، وده الحقيقه مش غريب عن النادي الاهلي الاحترافيه في التفاوض مع كل الكوادر، مؤكدا ان المفاوضات تمت معاه بصوره اكثر من رائعه، وده بيعكس المستوى الاحترافي الكبير للنادي الاهلي في كافه المجالات. واكد المدير الفني الدنماركي ان الاهلي عنده تاريخ حافل من البطولات في كل المجالات وبتأزروا جماهير بالملايين، مشددا على ان الاجواء دي بتدفع اي مدرب للعمل بقوه، ووعد الجميع انه هيبذل كل ما في وسعه عشان نفوز بكل البطولات، وده اللي منتظرينه منك الحقيقه مستر ماديسون. وكمان اكد انه حاسس بجو العائله، وده اللي بيحس بيه دايما اي وافد جديد للنادي الاهلي والاسره من اول يوم ومن اول زياره ليه في النادي، وانه سعيد بالعمل في مكان جديد وثقافه مختلفه عن اوروبا، وواثق في نجاح التجربه دي باذن الله. وقال انه متابع الفريق في الفتره الاخيره ولاحظ ان الاسباني ديفيدز المدير الفني السابق للفريق قدم شغل كبير، ده شكر كمان في المدير الفني السابق ديفيدز وهو هيحاول يشتغل بنفس الكيفيه عشان يحقق كثير من البطولات
مع نادينا. بس الحقيقة عايز أضيف أن مستر ماديسون قاد أكبر فرق الدنمارك البرج آخر 6 سنوات، وحصل معهم على الدوري 4 ألقاب من في هذه ال6 سنوات، وأخذ بطولة أوروبا مرتين في آخر 6 سنوات، منهم آخر سنة كان وصيف بطولة أوروبا. فهو مدرب على قدر عالي من الفنيات وقاد فرق كبيرة، وننتظر منه المزيد. أكيد طبعا كاميرا الأبطال كانت موجودة في المؤتمر الصحفي، صورنا التقرير ده نتفرج عليه مع حضراتكم ونرجع لبعض تاني. سبورت الكابتن محمود عمله بصراحه شديده للموضوع ده، كان سبورت قوي جدا. فوض المهندس خالد مختلف في الموضوع ان هو يبتدي التفاوض على مدير فني جديد بعد ما ديفيد ديفيز مشي من او مش مشي او بدا يقعد معانا، وطلب ان هو يمشي عشان يروح يلعب في التشامبيونز ليج. ما لقيناش غير كل خير من ديفيد جدا، كان في شروط عقديه بيننا وبينه لازم تشرح للناس ان كل الشروط العقديه اتنفذت على ما يرام، ما فيش نفذ شروط زي ما بيقول بالحرف كده. بدانا نبحث عن مدير فني تاني اخر في الوقت ده اللي هو ديفيد قرر الموضوع، كان الكابتن محمود عارف وكان ما عندناش اي مشاكل معاه خالص الراجل، فبدانا نشوف مدير فني تاني. عندي ناس كتيره جدا مديرين اعمال طبعا في الهاندبول اعرفهم، منهم مستر راسموس. طلبت سيفات، جات لي سيفات كتيره جدا، لكن مستر راسموس ده بصراحه انا بثق فيه جدا، فبعت لي السي في، بعتها لي بالليل، دي تفاصيل مختلفه خالص. فقلت له صحيت كده زي ما بيقولوا لي فوقت، فببص على السي في، فبعت له قلت له انت بعت السي في صح ولا غلط؟ قال لي بعتها لك، مش انا قلت لك ليه 48 ساعه وبعت لك حد؟ هو قعد 24 ساعه بالظبط وبعت لي. فقلت له لا اوكي طبعا كويس، طب ايه الامور التفصيليه بتاعته؟ قال لي مفيش، قال لي نتكلم ونعمل كونفرنس الاول وهكذا. رجعت للكابتن ياسر، طبعا الكابتن ياسر يرحب جدا كرئيس جهاز، كابتن المهندس خالد مرتجي نفس الكلام، واخد تفويض من الكابتن محمود ان هو يعني يتعاقد التعاقد ده. فقال لي لا يلا عملنا كونفرنس قبل بالظبط تقريبا 7 8 ايام من تشامبيونز ليج، من فاينل اوروبا. كابتن ياسر لبيب كان لعيب كبير، عنده فنيات كبيره، هو بيحب لان مدرسه الدنماركيه مدرسه فنيات اكتر منها مدرسه لعب قوي زي الاسبان زي الالمان، مدرسه عندها الاجريسيف جدا في اللعب، وفي نفس الوقت عندها فنيات اللعب. فنيات اللعب دي بتدي مساحات شويه للعيب يقدر يلعب فيها، يقدر يديله السبورت المهم بالنسبه له، يقدر اللعيب ياخد قرار جوه الملعب، دي حاجات مهمه جدا في الهاندبول بحكم سرعه اللعب. مدرسه الدنماركيه عندها الحاجات دي، فعشان كده حتى التغيير من اسباني للدنماركي كان احنا مغيرين مدرسه كبيره لمدرسه كبيره. الدنمارك ابطال عالم، ابطال اولمبياد، ما شاء الله، يعني الموضوع عندهم قوي جدا. الهاندبول عندهم في الدنمارك هي اهم لعبه، مهمة جدا طبعا الكورة مهمة، لكن الهاندبول بالنسبة لهم حاجة قوية جدا، لأن الفرق بتاعتهم بتمتعهم، بيوصلوا فاينل أولمبياد وبيكسبوا، بيوصلوا فاينل بطولة عالم بيكسبوا، فاينل تشامبيونز ليج وبيوصلوا يطلعوا تاني، لا الموضوع عندهم مختلف. فعشان كده اخترنا المدرسة دي، يا رب يكون فيها التوفيق بإذن الله لي، دي أهم حاجة الموضوع. أشكر كل اللي هم ساهموا في إنجاح هذا التعاقد، من مجلس إدارة طبعا، مهندس خالد مرتجي ومستر غزاوي، كل الناس دي فعلا احنا يعني كان كل يوم في ميتنج مع الراجل يوميا، بنتكلم في طريقه التعاقد وبنكلمه عن النادي والكلام ده كله. وخالد طبعا، خالد العودي طبعا بذل مجهود كبير جدا في الموضوع التعاقد ده، ان هو سافر جاب الراجل كمان. فكل العوامل دي كلها انجحت التعاقد دوت، طبعا تعاقد مهم جدا في الفتره ديت. ديفيد عمل مجهود كبير في السنتين اللي فاتوا وانجازات كبيره، ولكن انا من الناس المحبه للمدرسه الدنماركيه اللي هي بتعتمد اكتر على الحريه، او بتدي حريه مساحه في اللعب للعيب بشكل اكبر. وطبعا القوه البدنيه طبعا من احد مميزات المدرسه الدنماركيه يعني. فان شاء الله انا متوقع ان في لعيبه ممكن توصل لمستويات اعلى مع المدرب ده. هو روحه جميله جدا، هو من اول ما نزل من المطار ابتدى يسال على تفاصيل في الفريق ونظام الشغل، وامبارح عملنا جلسه مع الجهاز كله وعرف تفاصيل شغل كل واحد، وابتدينا نحط الجدول. النهارده كان حاطط الجدول اللي هو البرنامج بتاع الفتره اللي جايه. فهو يعني بصراحه من انا شايف ان هو ان شاء الله هنحقق معاه انجازات كويسه ان شاء الله. I can only repeat what I said. انا شهدت مفاوضات على مستوى عال من الاحترافيه اثناء التعاقد مع النادي الاهلي. انا سعيد كوني الان فرد من عائله الاهلي،
ومساء أمس كانت أول زيارة لي للنادي. شعرت بأجواء العائلة، ليس فقط من فريق كرة اليد ولكن من كل المتواجدين حتى الأعضاء، وأنا أتطلع أكثر لمقابلة جماهير النادي الأهلي، فهي ثقافة هائلة، وسأبذل ما بوسعي في كل ساعة عمل لتحقيق الأحلام والطموحات الخاصة بالنادي الأهلي. بيبو أسطورة كبيرة، وعندما تكون في النادي الأهلي لا تركز فقط على كرة اليد، ولكنني بالطبع تابعت كرة القدم، وأنا أعلم جيدا كابتن بيبو، وأنا فخور جدا لأصبح جزء من هذا الكيان، وأود أن أشكره لإتاحة الفرصة لي كي لأظهر أنني الشخص الصحيح للتقدم بالنادي الأهلي على مستوى كرة اليد، وسأبذل قصارى جهدي وأفضل ما أمتلك لتحقيق أحلام وطموح مجلس الإدارة والجماهير. رسالتي لجماهير النادي الأهلي: أنا أتشوق لمقابلتكم جميعا، وسأفعل أفضل ما لدي، ونحن سويا في هذا التحدي، فأنا سأفعل ما بوسعي داخل الملعب، وأتمنى أن تفعلون ما بوسعكم خارج الملعب. الفخر والامتنان لنا بتواجدنا في النادي الأهلي، هي تجربة رائعة للتواجد هنا. وبالنسبة لستيف ماديسون، فهو يمتلك سنوات خبرة كثيرة وحقق الكثير، وكان يتطلع لخوض مغامرة جديدة، وعلم بتاريخ النادي الأهلي وما حققه النادي خلال الفترة الماضية. وعن كابتن بيبو الأسطورة الكروية ورئيس النادي، كان منبهر بكل شيء هنا، وأنا أرى أن هذا تعاقد بين أفضل نادي في إفريقيا وواحد من أفضل مدربي كرة اليد في العالم من وجهة نظري. أنا عايز أقول لكم يا جماعة أن المؤتمرات الصحفية دي يعني كنظرة يعني متابع ونظرة مجردة، الموضوع ده يعني مش عايز أقول لكم بيتابع إزاي من قبل كل وسائل الإعلام العالمية، لأن مدير فني كبير زي ده لما يتكتب في كل الصحف الأوروبية أنه جه النادي الأهلي فأكيد بيتابع المؤتمر الصحفي. النهاردة المنظر اللي شفناه في المؤتمر الصحفي، الشياكة، الأداء، الترتيب، الحقيقة الموضوع ده بيحط النادي الأهلي وأكيد مصر كلها في الصورة التي تليق بها. فأنا ببقى سعيد جدا بالأحداث دي، لأن بيبقى ليها مردود مش بس رياضي، ولكن ليها مردود آخر على سمعة الرياضة المصرية، ودي حاجة مهمة. لأن الحقيقة الرياضة المصرية، وزي ما قال سيادة الرئيس، قال إن الرياضة بشكل عام بتدي مؤشر على تقدم الدول ورقيها، وده حقيقي. فالنهارده مؤتمر صحفي زي ده، النادي الأهلي دايما يعني بيقدم صورة وسمعة جيدة للرياضة المصرية بشكل عام، لما تلاقي طبعا أسامي كبيرة زي دي بتيجي النادي الأهلي وبتقول الكلام ده، ده في حد ذاته دعاية كبيرة للنادي الأهلي، وخلف ده في الكواليس هو اسم مصر الكبير. الحاجة التانية هو أكيد أول قبل ما يجي مدير فني زي ده سأل، قال يا جماعة النادي ده إيه، الموكيل أعماله كلمه، قال له تناقش معاه، فأكيد السمعة بتفرق جدا، تفرق بشكل غير طبيعي. الحاجة التانية اللي عايز أقولها، وطبعا لازم جمهور النادي الأهلي بعرفها، حجم الجهد المبذول من مجلس إدارة وإدارة النشاط الرياضي. كابتن خالد العودي زي حضرتك سمعته عشان يتعاقد مع مدير فني زي ده راح قبلها بأسبوع، طبعا مهم جدا السرية، مهم جدا إنه يحس بالاحترافية في التعامل. شكر كابتن خالد مرتجي، طبعا كابتن خالد مرتجي يعني الراجل بيتعامل على مستويات كبيرة وصفقات كبيرة جدا، فالنهاردة بالنسبة له ده خلاص بقى يعني كادر محترف، كابتن مرتجي أصبح كادر محترف في المفاوضات. يعني لو تفتكروا مستر كولر مين اللي راح واتكلم معاه وبدأ معاه المفاوضات، كابتن مرتجي موجود، فإذا هو من الشخصيات اللي بتتمنى أنها تبقى موجودة في كل شيء. الجميل والأحلى من كده أن رئيس النادي، رمز النادي، يعني معروف من كل الأوساط الرياضية والألعاب الأخرى في العالم كله، يعني هو بيتكلم على كابتن محمود الخطيب أنه أسطورة كبيرة، وأن أنا أكون عند حسن ظنه، فهنا الموضوع بيبقى برضو بيسهل عليك يعني كتير لما يكون رأس النادي أو زي ما بيقولوا رمز النادي شخصية كبيرة معروفة في كل الأوساط الرياضية، ده برضو بيساعدك بشكل كبير جدا في المفاوضات. النشاط الرياضي زي ما بتتفاوض وبتتعاقد بتعلن عن الصفقات الجديدة، وإحنا كنا استضفنا مجموعة من الصفقات الجديدة سواء في كرة السلة سيدات أو الكرة الطائرة سيدات، ولكن النهاردة برضو كرة اليد في قطاع الناشئين، كابتن خالد العوضي والنشاط الرياضي وكابتن ياسر لبيب رئيس الجهاز مركزين برضو على تدعيم، وأعلن كابتن خالد العوضي عن التعاقد مع محمد عدلان
لتدعيم شباب يد الاهلي 2006، والسن ده مهم جدا. النهارده بتتكلم عن 18 سنه، يعني سنتين وهيبتدي في الدرجه الاولى، فلازم طبعا تدعم هذا السن. كابتن خالد العودي مدير النشاط الرياضي بنادي الاهلي اعلن التعاقد مع محمد عدلان، دي صورته طبعا، واهلا بيك يا محمد في النادي الاهلي، واكيد يهمنا ان شاء الله ان انت تبقى يعني مشروع نجم كبير يفيد النادي الاهلي. اعلن التعاقد مع محمد عدلان تدعيم صفوف فريق شباب مواليد 2006، ده كابتن خالد العودي. واكد العودي ان الاهلي انهى اجراءات التعاقد مع عدلان قادما من طلائع الجيش لتدعيم فريق الشباب في الفترة اللي جاية استعدادا للموسم الجديد في ظل المنافسة على البطولات المحلية. وأشاد كابتن العوضي موهبة اللاعب مؤكدا أنه صاحب قدرات فنية عالية، وانضمامه إلى فريق اليد يعد إضافة كبيرة للفريق. حلو جدا أن أنت ما تدعمش بس الفريق الأول، لا أنت بتجيب لعيبة دلوقتي ممكن تكون برقم يعني مش عالي، ولكن بعد سنتين لو فكرت تتعاقد مع هؤلاء اللاعبين هتبقى باموال كبيره. هو ده الاستثمار ان انت بتعتمد على قطاع الناشئين بتاعك، لو تم التعاقد فبتتعاقد مع اللاعبين المميزين في الانديه الاخرى طبعا بعد رضا الانديه وبعد موافقه اللاعب ينضم اليك. الف مبروك، ان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق. صفقه اخرى انضمت لكره السله، وزي ما قلت لحضراتكم الحلقه اللي فاتت ما تقلقوش، في جهد مبذول، في شغل بيتبذل في مجال او فرع كره السله، وبيتم الاعلان عنه تباعا. احنا كنا الحقيقه عارفين من حوالي 10 ايام او من 15 يوم الكلام ده، ولكن طبعا ما كناش نقدر نعلن عنه الا بعد ما النادي اعلن عنه. هو لاعب طلائع الجيش ابراهيم هشام اللي تم التعاقد معاه من النادي الاهلي قادما من نادي طلائع الجيش، واللي وقع عقوده او عقود انضمامه لمده 4 سنوات قادمه. اعلن كابتن خالد العوضي مدير نشاط رياضي النادي الاهلي ضم اللاعب هشام ابراهيم هشام لاعب منتخب مصر وطلائع الجيش الى النادي الاهلي في عقد مدته 4 سنوات قادمه، وتم انهاء كافه الامور الاداريه الخاصه بانتقال اللاعب من اجل الانتظام في فتره الاعداد استعدادا للموسم الجديد. طبعا دي صور يعني ابراهيم، وابراهيم بيلعب في مركز الجارد الحقيقه في المكان اللي تم طبعا تدعيمه خلفا لعمر عزب بعد ما مشي، وكمان ابو النصر. ابراهيم هشام من اللعيبه الواعده واللي ليها مستقبل كبير ولسه سنه صغير، وكان محط انظار للفرق الكبيره كلها في فتره الانتقالات الصيفيه. فرق في اكتر من نادي دخلوا في صفقات، وكان طبعا انديه كبيره دخلت بحاوله محاولة تنضم طبعا إبراهيم، ولكن برضو رغبة اللاعب هنا مهمة، وأكيد إن شاء الله نحاول نجيب لكم إبراهيم في حلقة جاية برضو يعني نقربه ونعرفه لحضراتكم ونعرف كواليس انضمامه للنادي الأهلي أكتر وأكتر على في برنامج الأبطال. اللاعب كان انضم في كذا مناسبة للمنتخب الوطني الحقيقة، وبينتظره مستقبل كبير خاصة إن سنه صغير وكان أداؤه كبير مع نادي طلائع الجيش في آخر موسمين. هنروح لخبرنا الاخير اللي يعني بعديها هنطلع لفاصل عشان نستقبل ضيوفنا، وهو ناشئه وناشئات التنس الارضي بالاهلي يتوجون ببطوله الدوري تحت 12 سنه، وده الخبر اللي احنا كنا متابعينه بالتقرير حتى في الحلقتين اللي فاتوا. فريق ناشئين وناشئات التنس الارضي بالنادي الاهلي تحت 12 سنه توجوا بلقب بطوله الدوري العام، واللي اتلعبت على ملاعب النادي الاهلي بالجزيره بعد الفوز على نادي وادي دجله في النهائي. فريق الناشئين كان كسب في النهائي وادي دجله بنتيجه 8-1، اما فريق الناشئات فكان كسب نفس الفريق وادي دجله بنتيجه كلوز قوي 5-4 بعد ماتش قوي من الفريقين. البطوله طالما رحنا 5-4 يبقى وصلنا 4-4 على طول، لان انت كنت يعني عشان توصل لجيم خامس يعني مش معقوله تبقى انت مثلا كسبان 4-3 وكسبت الاخير، لا طالما رحنا للجيم التاسع يبقى 4-4. البطوله شارك فيها عدد كبير من الانديه واللي اشادت كلها بملاعب وتجهيزات النادي الاهلي والتنظيم طبعا، وقالوا ان التنظيم على اعلى مستوى، وطبعا ده بفضل الله سبحانه وتعالى وبكوادر النادي الاهلي طبعا، ثم كوادر النادي الاهلي اللي استطاعت انها تنظيم البطوله بشكل لائق. يقود جهاز التنس الارضي طارق صبح رئيس الجهاز، واحمد طارق نائب، ومحمود عبد المبدي مدير فني، ويمنى حشيش مدرب عام للسيدات، واحمد اللبودي مدير اداري، واحمد عبد السلام مدير قطاع الناشئين. والحقيقه زي ما انتم شايفين الفرحه و يعني السعاده، وده يعني لحظات مش هتنسى وحدث كبير احنا كنا متابعينه عن قرب لانه مهم جدا انه بيتعمل على ملعب النادي الاهلي. هنروح لتقرير عملناه عن النهائي، وبعد التقرير هنطلع طبعا لفاصل عشان نستضيف ضيوفنا اللي هينضموا ليه. طبعا كابتن الغزاوي طبعا عضو مجلس اداره النادي الاهلي، والحقيقه متداخل بشكل كبير جدا مع الالعاب الاخرى، ويعني من الداعمين جوه المجلس للالعاب الاخرى. بعد الفاصل هنبتدي نستقبل ضيوفنا في الكاراتيه رجال وسيدات، واللي حصلوا على وحصلنا على ميداليات ذهبيه وخلافه في بطوله العاب الافريقيه اللي فاتت في غانا،
واللي تم تكريمهم من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. إذن سنذهب إلى التقرير ثم فاصل ثم الضيوف، وأرجع لحضراتكم مرة أخرى. أنا ببارك للعبة النادي الأهلي وللجهاز والفني والإداري على الإنجاز بتاع النهاردة. لأول مرة بنكسب مرحلة 12 سنة ناشئين ونشئات من فترة طويلة جدا، ده بيدل على أن احنا ابتدينا نبني نشئ من تحت بشكل محترم جدا وكويس جدا. ابتدى يوضح أن احنا عندنا رؤية كجهاز وكمجلس إدارة لأن احنا ازاي نبني نشئ من تحت يطلع بينا بعد كده للفرق الأكبر ويدعم الدرجة الأولى في المستقبل. طبعا خطوة كبيرة في بداية الفوز بالدرع الدوري اللي غايب من 2016 لآخر مرة بنكسبه، فإن شاء الله بإذن الله تكون خطوة بداية الطريق لأن احنا نحصد الدوري الدرع العام لأول سنة من فترة طويلة. الحمد لله نجحنا إن احنا نحط الأهلي في المسار الصح بتاعه بالنسبة لقطاع التنس، دي أول حاجة. بقالنا سنتين شغالين على المشروع اللي ظهر قدامنا ده، إن احنا في الآخر بيبقى عندنا اكتساح لقطاع الناشئين بالنسبة لمصر بالنسبة للنادي الأهلي. ده مش مجهود تنس لوحده، ده مجهود من أول مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، النشاط الرياضي، كل الناس دي فعلا تعبت معانا. كان سيزون صعب وبنينا الاولاد دي بالذات، ان انت السن ده محتاج جدا يعرف يعني ايه اهلي. السن ده لسه اول بطوله يلعبها او تاني بطوله يلعبها، محتاج يعرف يعني ايه اهلي. ده اللي احنا قدرنا الحمد لله ننجح فيه الفتره دي، استضافه النادي الاهلي للنهائيات بتاعه 12 سنه، وان شاء الله العمومي رجال وسيدات هنستضيفه و14 سنه هنستضيفهم. دي اول مره تحصل من 7 سنين او 8 سنين، بسبب ان احنا عندنا الحمد لله احسن قطاع واحسن فاسيلتيز ممكن الناس تستخدمها كملاعب كصيانه ككل حاجه. دي اول حاجه. تاني حاجه برضو ثقتنا في لاعبينا ان احنا هنعرف ناخد البطوله عمرها ما تطلع من هنا، كانت ثقه كبيره جدا. وبحب اشكر فعلا مجلس الاداره هو اللي دعم جامد مع الاتحاد المصري للتنس وكوتش محمد غزاوي، دعمه جامد جدا احنا عرفنا نستضيف البطولات دي هنا الحمد لله. الواحد مبسوط جدا لان احنا السنه اللي فاتت كنا اخدين تاني في البنات 12 وبنات والولاد، بس السنه دي احنا صراحه كنا ناويين يعني عندنا هدف ان احنا ناخد اول، والحمد لله حققناه بتعب المدربين وبتعب الجهاز وكله، يعني كله بصراحه قام وساعدنا على ان احنا ناخد البطوله، فالحمد لله يعني والله كلهم متحمسين شويه. في اوقات طبعا بيبقى في بريشر شويه، بس هم الحمد لله عايزين يكسبوا قوي، فكله طلع في الماتشات والحماس والتشجيع واحنا معاهم وراهم، والحمد لله خدناها الحمد لله. طبعا احساس ما يتوصفش، مبسوطين قوي ان احنا هنا النهارده ومبسوطين ان احنا كسبانين، مبسوطين بالروح اللي الولاد فيها وانتم شايفينها، واظن جمهور الاهلي مبسوط ان هو شايفها. مبسوط ان احنا في النادي الاهلي لان دايما بنلعب على رقم واحد، وربنا وفقنا وبقينا رقم واحد فعلا وقدرنا نبقى جزء من الكيان بتاع النادي الاهلي ونسطر ده في تاريخ النادي الاهلي. احنا دايما اللي بيميزنا كنادي اهلي ان احنا روحنا عاليه جدا، الفايتنج سبيريت عندنا عاليه جدا، ما بنسيبش اي نقطه، ما بنسيبش اي ماتش، بنحاول نعمل احسن حاجه عندنا. وبيتهيألي ده حصل في الماتش الاخير اللي هو ماتش الايفنت، قعدنا في الماتش حوالي 4 ساعات، بنت عندها 11 سنه فضلت ماسكه في الماتش طول الوقت بتشجع نفسها. احنا دايما بننمي في الولاد انك مجرد ما لبست تيشيرت النادي الاهلي فده شرف كبير ليك، وربنا يوفقنا ان شاء الله دايما نبقى قد مسؤوليه ان احنا نلبس تيشيرت النادي الاهلي. الماتشات النهارده طبعا كانت صعبه جدا، انا ببارك لكل الاولاد والبنات بصراحه كانوا ابطال النهارده، خسوا اللي خسر واللي كسب، واحنا كنا بنجهزهم على كده، الاولاد صغيرين فبنقول لهم اهم حاجه تعملوا اللي عليكم، فهم بصراحه يعني ادوا كل اللي عليهم. الماتشات كانت صعبه جدا، الولاد الحمد لله قفلوا الماتش بدري جدا، احنا كسبنا اول 5 ماتشات فكان الطاي خلصت. البنات قعدنا الماتش رايح جاي كتير جدا، بس الحمد لله قدروا يرجعوا في النتيجه، كانوا 2-1 داون، قدروا يرجعوا في النتيجه ويخلصوا الماتش الحمد لله 5-3، فببارك لهم طبعا، هم كانوا ابطال النهارده. والله احنا قطاع الناشئين في التنس بالذات بنهتم بيه جدا، لان الولاد دول زي ما بيقول كده بيكبروا معانا في المراحل، احنا عندنا دوري 12 و14، فلو بنطلع اجيال كويسه طبعا بتفيدنا طول السنين بقى بعد كده قدام، فالحمد لله احنا اهتمينا بقطاع كويس وبنجني بقى ثماره دلوقتي الحمد لله، عندنا فريق قوي جدا 12 باذن الله الاجيال دي تكمل وتبقى 14، وان شاء الله يعني بنوعد كده النادي ان شاء الله طالع اجيال برده قويه باذن الله تكمل مسيره باذن الله. انا يعني بشكر الاداره طبعا، هي يعني ساعدتنا جدا في الاستضافه وبصراحه وفرت لنا كل حاجه سواء جهاز التنس او مجلس الاداره النشاط الرياضي، بصراحه يعني استضافه هايله، دي اول مره تحصل ان احنا نستضيف النهائيات عندنا، ده حط علينا بريشر شويه ان احنا عايزين نخرج فرحانين من ارضنا يعني، فانا بشكرهم ان هم قدروا يحققوا المعادله الجميله دي ونخرج النهارده اول ولاد وبنات ونفرح النادي كله يعني الحمد لله. احساس حلو قوي لان احنا بعد مجهود كبير ومجهود من الكباتن ومن اللعيبه من التشجيع
في الاخر مجهودنا ظاهر وكل ده احنا مبسوطين جدا. اصلا اليوم ده يوم حلو قوي، مش علينا غير ان احنا نفضل باصين للكوتش عشان هو يدينا الكوتشنج الصح اللي يخلينا نلعب الكوره ونكسب. يعني كان ماتش صعب قوي، بس لما كسبته كان احساسي حلو قوي ان انا كسبت وفزت وكسبت الفريق بتاعي، كسبنا الدوري الحمد لله وكده. كنت حاسه يعني ان هو الماتش صعب وكده، لازم انا اركز قوي في الماتش عشان اكسب واكسب الفريق بتاعي ونكسب الدوري. هو كان احساس حلو قوي ان احنا ناخد الدوري، لان احنا السنه فاتت ما خدناهوش وكانت الماتشات صعبه من الاول للاخر. يعني اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما حضراتكم تابعتم كلمه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في طبعا يعني حفل او مراسم تكريم الرياضيين اللي حصلوا على ميداليات في بطوله الالعاب الافريقيه الماضيه بغانا في مارس يعني، وشفنا حضراتكم عدد الميداليات الكبيره. بمناسبه مصر تصدرت هذه البطوله وفازت بالمركز الاول في جدول الميداليات. الحقيقه معانا نجمتين كبار يعني بيشاركوا دائما ابدا مع منتخبات مصر، دائما لما بيشاركوا بيكونوا على منصات التتويج، بنات النادي الاهلي، واللي تم تكريمهن من قبل السيد الرئيس. معايا طبعا ايه هشام نجمه النادي الاهلي في الكاراتيه ومنتخب مصر. اهلا بيكي ايه. اهلا بحضرتك، منورانا ودايما سعداء بيكي، ودايما يعني معانا ببطولات وميداليات كتير. احنا اللي سعداء باستضافه حضرتك لينا وباهتمامك بينا وبالالعاب الفرديه. منورانا بجد ايه. شكرا لحضرتك. معانا طبعا نجمه اخرى يعني من نجمات النادي الاهلي وكانت ضيفتنا، وهي لسه برضو طالعه وهي لسه بتكتب اسمها يعني في البدايه يعني في عالم الكاراتيه، والحمد لله نجحت اليومين دول والفتره دي انها تكتب اسمها من ذهب. معانا طبعا بنرحب بنوها عمرو. اهلا بيك يا نوها. اهلا بحضرتك. خلاص بقينا ذهب دلوقتي رسمي. ها منورانا والف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك. الحقيقه يعني نوها، الاول هتكلم عن البطوله قبل ما اروح طبعا لتكريم السيد الرئيس، ولكن البطوله الاهم يعني اللي حصل فيها، اهم المباريات، شاركته ازاي، ايه اللي حصل، ايه اللي حصل في البطوله، المنافسات، احكي لي بشكل عام عن الانجاز اللي انتوا عملتوه، وهي طبعا ذهبيه الكاتا جماعي. هي دورة الألعاب دي يعتبر من أهم البطولات للبلد، يعني علشان هي تقريبا بتحصل كل 4 سنين. صحيح. فهي من أهم البطولات للبلد فعلا، دورات الألعاب دايما. فهي المنافسات فيها بتبقى قوية، يعني مثلا احنا الفاينل اللي لعبناه مع المغرب، احنا بينا منافسة عامة في أفريقيا دايما، بننافس بعض وفي بطولات العالم حتى كانوا بيلعبوا معنا في بطولة العالم. الماتش طبعا ما كانش سهل، الحمد لله كسبناهم بفرق درجتين، وده ده فرق كتير جدا. ده بيبقى جزء من العشرة، يعني ده بيبقى النتيجة ممكن تبقى فرق تكسب بيها. النهارده فرق درجتين، يبقى ده اجماع من لجنة الحكام تقريبا. بالظبط، ويعتبر اصلا الماتشات اللي بتبقى فاينل او فيها فيصل او كده الفرق ما بيكونش كبير قوي. صحيح. فالحمد لله كانت المنافسة قوية فيها، والحمد لله قدرنا نحقق المركز الأول. منافساتك على مدار كام يوم؟ يومين. هي ما تبقاش يعني كبيره، بس بتبقى ماتشات كتير، يعني انت ممكن تلعبوا من الصبح لغايه بالليل، صح؟ لا، مش من الصبح لبالليل، يعني ممكن بنلعب الاول ادوار التمهيديه وبعدين بنوصل فاينل وبنلعب الفاينل ده وقت تاني. طيب احنا المغرب كانت في الفاينل واللي خدنا ذهب، والمغرب خدت برونز، احنا اكيد قابلناها قبل كده اكيد في الدوري العالمي مثلا، لاعبين منها بريمير ليج، يعني بيبقى لينا مشاركات ضد المغرب. كانوا معانا في التوتال ايه معانا؟ هما كانوا معانا فعلا بطولة العالم اللي فاتت اللي كانت مقامة في المجر، الحمد لله. بس كانوا معانا في الأدوار التمهيدية. عملنا ايه؟ لا، كنا برضو كسبناهم الحمد لله، وعلى اساس ده طلعنا ان احنا نلعب على برونز وان احنا ناخد الميدالية البرونزية في بطولة العالم. ده على فكرة ده موضوع مهم جدا، لانه انت لما انتوا تقريبا يعني اللي بيلعبوا مع بعض مجموعه، انتوا ثلاثي بيلعبوا مع بعض. بالزبط. فالنهارده لما بتبقوا يعني زي ما بيقولوا بلغه الرياضه راكبين نفسيا على المنافس في كل المحافل، ده بيسهل طريقنا، بتلاقي 15 سنين طريقك سهل سالك، ان انت وتقدر توصل لبطولات عالم، فدي حاجه تسعدني جدا جدا. طيب شايفه التنظيم البطوله كان طبعا افريقيا بيكون الامور يعني اشقائنا في افريقيا بتبقى الدنيا يعني عندهم ظروف يمكن صعبه شويه، ولا كانت البطوله ليها شكل اخر؟ لا بصراحه كان التنظيم على اعلى مستوى. حتى طب ده حاجه كويسه جدا. بصراحه لما رحنا حتى مكان البطوله، لا كان التنظيم كويس جدا، والمكان اللي احنا كنا قاعدين فيه حتى كان الاكل مناسب جدا لعدد كبير قوي من الالعاب كلها موجوده، كان متاح طبعا كل الكلام ده، فالحمد لله كانت. كنتوا قاعدين في قريه اولمبيه مثلا زي اللي بنقعد فيها دايما؟ حاجه زي وكل الرياضيين قاعدين في نفس المكان، ولا كنتوا متقسمين على كذا مكان؟ لا، كل الرياضيين في نفس المكان. نفس المكان. طب يعني ايه اتاهلنا ازاي لبطوله الالعاب الافريقيه؟ ايه المشوار اللي حصل؟ ازاي اتاهلنا
لبطوله العاب الافريقيه عشان يقولوا منتخب مصر يقدر يشارك؟ احنا عندنا في الكاراتيه هي ما فيهاش تاهيل، احنا بنبقى المنتخب، احنا بس بنمر بكذا مرحله، يعني الاول بنلعب بطولات محليه، بنلعب جمهوريه، بنلعب تصفيات منتخب، وعلى هذا الاساس بندخل المنتخب وبنصفي على الفردي. الاول هو اللي بيلعب كفردي، والجماعي بيتم اختياره بلجنه فنيه بس، وبعد كده احنا كده احنا ده فريق المنتخب المشارك، لكن ما فيش بطوله بنتاهل منها لدوره الالعاب. يعني الفرق الدوله اللي بتبقى عايزه تشارك بتشارك، هل ده يعني قله الفرق اللي بتطلب تشارك، ولا ده العرف اللي معمول بيه في الكاراتيه من قديم الازل يعني؟ لا، ده العرف، يعني احنا في الرياضات التانية دورة الألعاب بتكون هي نفسها بطولة مؤهلة لحاجة تانية. نعم. لكن احنا عندنا في الكاراتيه لا، هي ما فيش بطولة بنتأهل منها لدورة الألعاب. احنا بطولة العالم اللي تأهلنا منها لبطولة العالم السنة، يعني السنة دي. السنة دي. ده قانون جديد. تأهلتوا للسنة دي. مظبوط. عشان عملنا ايه؟ عشان عملنا ايه في بطولة العالم؟ هم قالوا المراكز التلات مراكز الأولانيين هيتأهلوا لبطولة العالم، خاصة صاحب الأرض بيتأهل تلقائي. وبعد كده بياخدوا فرقتين. لو صاحب الأرض خد مركز من الثلاثة الأولى بياخدوا الرابع. بياخد بيفتح فرصة لحد تاني. دي الحالة بتاعتنا ولا؟ لا، احنا كده الحمد لله كده كنا متأهلين بالميدالية بتاعتنا، احنا كنا جايبين ثالث فتأهلنا بطولة العالم جماعي السنة دي إن شاء الله. ممتاز. هتبقى فين؟ في أسبانيا بإذن الله. أسبانيا، أنتوا بتحبوا تلعبوا في أسبانيا. طيب أسبانيا شهر كام؟ في شهر 11 إن شاء الله. طب ده كويس جدا، لسه عندنا وقت كبير للاعداد. ان شاء الله. طيب خلينا نروح من التاهل للاعداد، اتعديتوا ازاي؟ هل كان بس بالاكتفاء بمعسكر خارجي، ولا الكاراتيه دايما في حاله اعداد لان بطولات بتشارك فيها؟ لا، احنا بقالنا تقريبا 4 سنين احنا ما بنريحش. يعني احنا في اعداد مستمر. طبعا بيكون في معسكرات مكثفه قبل البطوله بالذات، وبنتمرن بقى عدد وحدات تمرينيه تدريبيه معينه. بس طيب فيه. خلينا نروح بقى لتكريم سيادة الرئيس، وده بيبقى شرف كبير لأي لاعب، وتبقى لحظة ليها هيبة طبعا، ولحظة ما بتنتسيش. يعني بتهيألي أتصور إن أنتم مهما يعني عشتوا في المجال الرياضي أكيد مش هتنسوا أبدا تكريم يعني رمز الدولة المصرية ليكم، وكلماته الحقيقة اللي كان يعني بيتكلم بشكل كأنه بيكلم أولاده، وكان يعني سيادته بيأكد على الأخلاق الرياضية والالتزام بالسلوك الرياضي اللي أهم كتير من أي ميدالية. كلميني عن إيه اللي حصل، عرفتوا إزاي بتكريم سيادة الرئيس، وشعوركم كان إيه أول ما تم إعلامكم إن هيتم تكريمكم من سيادة الرئيس؟ طبعا هو إحساس كبير قوي قوي، يعني ده شرف لأي لاعب وحاجة محفزة جدا. إحنا دي تعتبر من أهم الإنجازات اللي ممكن أي رياضي يحققها في حياته، لأن ممكن حد يلعب سنين كتير وما لا ده صحيح. ده دي فرصة كبيرة لينا، وإحنا كنا محظوظين بده الحمد لله يعني. فطبعا نشكر فخامة الرئيس على التكريم ده، ده شرف كبير لينا. احنا تم تبلغنا قبل التكريم بكذا يوم، بلغنا على المكان والساعة اللي هنتجمع فيها في اللجنة الأولمبية، وتحركنا ببصات على القصر الاتحادية. طيب ويعني سؤال بس، الميدالية اللي انتوا لابسينها دي خدتوها في التكريم ولا دي ميدالية البطولة؟ لا، ده الوسام اللي خدناه في التكريم. طيب ممكن توريهوني؟ اكيد. لا ده احنا هنشوفه طبعا. لا ده انا عايز اشوفه، لان بجد ده حاجة وشرف كبير جدا. عشان كده انا بسالك، بصوا يا جماعه، دي طبعا القلاده اللي تم طبعا اهدائها ليهم من قبل السيد الرئيس في حفل التكريم. والحقيقه يعني مش عايز اقول لكم السعاده اللي بتبقى لاي لاعب بيفضل يوريها لاولاده واولاد ولاده واحفاده، والحاجات دي بتورث صدقوني. يعني تكريم سياده الرئيس يعني بيكون شرف كبير، بيكون لحظات. يعني خليني اغير الاتجاه عشان يبان فيها. ايوه يعني عشان تشوفوا قد ايه يعني. والناحيه الثانيه خلينا نشوف مكتوب فيها ايه. مكتوب نوت الشرف. لا خليني بس يعني اقراها بالتفصيل. مكتوب نوت الامتياز جمهوريه مصر العربيه، يعني حاجه يعني ليها هيبه. 1386 1966 انا مش عارف التواريخ الحقيقه بترمز لايه، او الارقام دي بترمز ليه. هو نفس الرقم مكتوب عندك نهى، لان هو انا مش عارف، يمكن ده بدايه تاريخ ميلادي وتاريخ هجري. تاريخ ميلادي وهجري. ودي بداية النوت الامتياز. طب دي معلومه مهمه جدا يا جماعه. بصوا يعني نوت الامتياز اللي هو على ظهر الميداليه اللي طبعا الذهبيه اللي تم
اهدائها ليهم في تكريم سيادة الرئيس مكتوب فيها تاريخين، تاريخ هجري وتاريخ ميلادي. الهجري 1386 والتاريخ الميلادي 1966، ودي بداية نوت الامتياز. فالحقيقة بتبقى يعني لحظات جميلة جدا وحاجة يعني فخمة قوي قوي. والناحية التانية عليها طبعا شعار جمهورية مصر العربية، وليها زي لوجو كده يعني مميز لنوت الامتياز. مبروك عليكم، دي حاجة جميلة جدا وحاجة يعني. الشعار ده برضو ليه معنى ال 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 الصورة دي، قولي لي بقى معناها ايه؟ هو تقريبا هو ليه معنى ان هو اللي من الشورت اللي من تحت دي هي مجهود اللاعب وتعبه ومجهوده، والنازل عليه ده النتائج بقى اللي هو بيحصدها في الاخر والكلام ده. طب كويس، لان هو فعلا رمز الحقيقه. هو ليه معنى، ليه معنى طبعا اكيد بس. يعني انا مش اكيد مش محطوط يعني كده، ولكن ليه معنى، وممكن يكون متساب كده لكل لاعب يعني يتخيل او يفهم معناه. وخلينا اقول لكم برضو حاجه، ان ده دليل ان اللاعب يعني او مجهوده من الاتحادات، لان احنا شفنا رؤساء اتحادات. احنا انا شفت المهندس شريف العريان واقف رئيس اتحاد الخماسي وامين عام لجنه الاولمبيه المصريه، واقف في الطابور او واقف في المجموعه اللي تم تكريمها. فانت النهارده يعني كل حاجه من دي انت متشاف في كل المنظومه. فالنهارده لما يجي تكريم ساده الرئيس معناه ان الدوله مش ناسياك، والدوله معاك، والدوله فاكراك. وكمان دعم الدوله المصريه في دعم اللاعبين ده يعني خطوه مهمه عشان توصل لده. يعني الحاجه الجميله ان الدوله بتدعمك. يعني معلش خلينا نتكلم بكل امانه، في رياضات هي قايمه على دعم الدوله المصريه ممثله في وزاره الشباب والرياضه. يعني الدوله بتدعمك، بتوفر لك الاموال، بتوفر لك المعسكرات، الخبرات الفنيه، وبعد كده بتكسب، وبعد كده بتكرم. فالنهارده المنظومه دي الحقيقه لازم تطلع شخص ناجح، لازم تطلع يعني لاعب او انسان قادر على العطاء. طب نوع يعني خليني اسالك، ايه التكريم بالنسبه لك؟ هو يعني لما كلموني دي اول مره اكرم من سياده الرئيس. طبعا لما كلموني انا فرحتي طبعا ما كانتش تتوصل. مين اللي كلمك؟ من عندنا من نادي كابتن اشرف الجزار، من عندنا من المنتخب كابتن اشرف الجزار. وكلمك عليكم يا جماعه في تكريم سياده الرئيس بالظبط يوم كذا الساعه كذا، نتقابل في اللجنه الاولمبيه. اللجنه الاولمبيه تمام بالظبط. فانا فرحتي بقى ساعتها ما كانتش تتوصف، بس تخيلاتي بقى ما جاتش مش موجوده خالص جنب الحقيقه. يعني الحقيقه بقى اتبسط تاني خالص، وفخر تاني خالص، واحساس تاني خالص، غير اي تكريم او صحيح. غير حتى التتويج، غير كل حاجه. صحيح. كان احساس مختلف. طيب اللحظه اللي انتوا كنتوا فيها وسياده الرئيس يعني دخل عليكم وظهر وبدا طبعا يتكلم معاكم، يعني حسيتوا بايه برضو؟ يعني انت كل ده كوم اللي انت راح تتكرم، وبعد ما تقف بقى في التكريم وتبقى فيس تو فيس قدام سياده الرئيس، ده موضوع تاني بالظبط. كلموني على اللحظات دي، يعني الشعور وانتوا طبعا واقفين يعني مع سياده الرئيس، يعني ورمز الدوله وطبعا بيقود الدوله في كل بالزبط. المجالات. فانت النهارده بقيت قدامه فيس تو فيس، شعوري كان ايه؟ هي لحظه هزول كده وفخر والله بجد وفخر طبعاً. وحاسه ان انا يعني رفع راسي كده، وحاسه ان انا تعب اهلي ما راحش على الارض، والتعب اللي احنا بنقعد نتعبه يهون كله في لحظه زي دي. طبعا طبعا طبعا. انت حاسه بالملل ده الاحساس بالظبط. طب نفس الكلام ايه، طب انت حسيتي بايه في اللحظه دي لما سياده الرئيس يعني ظهر؟ احنا رايحين نقابل الرئيس، كل ده حلو، بس لما سياده الرئيس بيخرج بقى علينا ويبتدي يتكلم معانا، يبتدي يصور معانا، موضوع مختلف. طبعا هي رهبه ممزوجه بفرحه كبيره كده، يعني ضربات القلب سريعه. الواحد برضو ده يعني الحمد لله الحمد لله، زي ما نهى قالت يعني فعلا تعب اهالينا يعني بنتوجه بقى في اللحظه دي، بيتوج في اللحظه دي. فطبعا كان احساس مختلف، لا مفيش كلام يوصفه حقيقي. يعني انا سعيد بيكم جدا، والحقيقه سعيد بفرحتكم ان انتوا اتكرمتوا وان انتوا مجهودكم يعني قدر. وخلينا اقول ان سياده الرئيس في اخر كلمته قال انه بيشيد بدور الاسره المصريه، لانه عارف قد ايه الاسره. يعني شوفوا انتوا عمالين تقولوا ده تعب اهالينا، فانتوا كلامكم ماشي مع طبعا مع كلام سياده الرئيس اللي قال ان الاسره المصريه هي الاساس اللي بتخرج ابطال زي دول. احنا الحقيقه كل اللي بنعمله احنا ترس بيشتغل، ولكن في اسره كامله بتوفر لك المناخ
وبتوفر لك الجو الجميل اللي انت تداري بيه تتفوقي. انا بشكرك يا ايه، سعيد جدا بوجودك النهارده، واتمنى لك كل التوفيق، وهنستناك ان شاء الله في المديريات اللي جايه. ها ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. نهى طبعا عمرو بشكرك، نورتيني وشرفتيني. بشكر حضرتك قوي والله، ودايما متالقه، وهنتظر برضو قعدتنا دي وكلامنا ده. دايما بتابع حضرتك بقى الالعاب الفرديه في النادي، وبتابع حضرتك دايما معانا. طبعا ده واجبي وده دوري، انتوا ابطال، انتوا الاساس، احنا كل اللي بنعمله بس ان احنا يعني بنظهركم بالصوره التي تليق بيكم. بشكركم، نورتين وشرفتين، اتمنى لكم كل التوفيق. هنطلع لفاصل اعزائي المشاهدين، بس لسه مكملين معاكم ابطالنا وبطلاتنا في الكاراتيه اللي تم تكريمهم ومن سياده الرئيس منذ ايام. مكملين مع حضراتكم، ونستضيف طبعا حبيبه ماجد ومصطفى الغباشي، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، والحقيقه الابطال اللي ضيوفي النهارده في الاستوديو الفرحه فرحتين بيهم الحقيقه. الفرحه الاولى وهي فوزهم في بطوله العاب الافريقيه. انا كان ليا الشرف لعبت ثلاث العاب افريقيه، منهم واحده كانت في الجزائر وجنوب افريقيا على ما اتذكر، واحده كانت في نيجيريا، ده اللي انا لعبتهم في حياتي، وعارف قد ايه الحدث ده بيبقى كبير، بيبقى فيها 5000-6000 رياضي في قريه اولمبيه، وطبعا احداث ونشاطات شغاله طول الوقت. فالحقيقه فرحتنا بيهم الاولى وهي الفوز بالذهب والميداليات الكثيره اللي شاركوا بيها وساهموا ان مصر تاخد المركز الاول. فرحتنا وفخرنا بيهم هو تكريم سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ليهم هذا الاسبوع مع بعثة مصر اللي حصلت على ميداليات في بطولة الألعاب الأفريقية في غانا في شهر مارس، وده في حد ذاته فخر ومدعى للفخر إن أولادنا أولاد النادي الأهلي بيتكرموا طبعا من رمز الدولة المصرية. برحب بضيوفي اللي منورين النهاردة في الاستوديو في فقرتنا الثانية، حبيبة ماجد نجمة النادي الأهلي ومنتخب مصر في الكوميتيه، أهلا بيك يا حبيبي. زي حضرتك، منورانا، وألف مليون مبروك على الفوز، وألف مليون مبروك على التكريم. شكرا لحضرتك. ابننا مصطفى الغباشي طبعا يعني نجم الكاراتيه في الكاراتيه ونجم النادي الاهلي ومنتخب مصر وصاحب ميداليه اول او الذهب كاتا جماعي، اهلا بيك يا مصطفى. اهلا بحضرتك. وخلينا اقول لكم برضه حبيبي، انا نسيت اقول لكم اول تمان الكوميتيه في الجماعي، يعني الاثنين معايا واخدين ذهب ما شاء الله عليهم. خلينا اجي لك الاول يا حبيبه وليديز فيرست، طبعا بنتكلم معاكي، كلميني الاول عن البطوله وازاي فزتي فيها، وايه الصعوبات اللي قابلتك في غانا مارس 2024؟ احنا الحقيقه كنا في الكوميتي، كان المنافسات معانا كانت صعبه قوي. احنا في الادوار التمهيديه كانت تفاجئنا ان احنا اول ماتش معانا الجزائر، وهم صراحه يعني فرقه قويه جدا، الحمد لله كسبناهم. وبعدين لعبنا مع المغرب على طول، فبرضه كان من الماتشات الصعبه والتقيله الحمد لله. الاول قبل ما تاخدوا حتى على البطوله اول حاجه خلاص اول ماتشات. طب عملنا ايه مع الجزائر؟ الحمد لله كسبناهم اول ماتشين. اول ماتشين احنا بننزل ثلاث لعيبه على الملعب، اول ماتشين خلاص ما بروحش للتاني، فخلاص بالظبط. فالحمد لله كسبناهم اول ماتشين. ماتش المغرب كان من الماتشات الثقيله، وصلنا الماتش الثالث بس الحمد لله كسبناه برده. 2-1 طالما وصلنا للثالث يبقى 2-1. كان ماتش تعادل وماتشين مكسب. طب ده حلو جدا. الحمد لله الحمد لله. يعني انتوا كان يكفيكوا التعادل في الماتش الاخير كمان، حتى لو تعادل احنا كنا هنكسب الحمد لله. يعني جينا في الماتش الثالث كنا هنقابل تونس، بس الحمد لله تونس خسرت. هو يا باشا ما يهمكش برضه تونس هنكسب، لا المستوى عندنا عالي، حتى لو تونس كانت طلعت باذن كان، بس كان هي سهلت المهمه علينا الحقيقه. نعم. كانت الماتشات صعبه قوي صراحه. نعم. فلما كنا وصلنا للفاينل كان بالنسبه لنا. مين بقى اللي طلع تونس ما قلتليش؟ مش فاكره، بس كان فرقه افريقيه. كانت فرقه افريقيه. بس هي كانت فرقه جامده صراحه. بس اقول لك على حاجه، دليل انت مش فاكراها ده دليل حاجه معينه، ان فعلا هي كانت تونس اللي انت كنت منتظرها. بالظبط، خدت بالك ازاي؟ فاي حد هيطلع احنا مش هنفتكره. احنا دايما بنقابلهم على طول، حتى بطولات دوليه تونس تونس والمغرب والجزائر، هم يعني كمان بطولات دوليه بطولات عالم او كده بننافس معاهم، هم صراحه فرق قويه في الكاراتيه والكوميتيه. انت عارفه ان السيد الرئيس بيحب لعبه الكاراتيه وكان بيمارسها وقبل كده. انتوا عارفين طبعا الموضوع ده، مؤتمر قال كده. فاللعبه دي يعني ما شاء الله كتب عليها انها تبقى من احد الالعاب المهمه في مصر، مناسبه لجيناتنا الشعب المصري. مبروك، انجاز كبير، خدنا ذهب في بطوله الالعاب الافريقيه، ودي حاجه تسعدنا جدا. مصطفى جيلك نفس الكلام، انت كان عندك برضو اكيد ماتشات جامده شمال افريقيا، يعني كلمني عن البطوله وارجع لي خطوه كده قبل البطوله برضو، عملتوا ايه واستعديتوا ازاي وسافرتوا ازاي؟ احنا استعدينا، كان دخلنا عملنا تصفيات في شبين الكوم، تصفيات داخليه المنتخب كنا بياخدوا منها 8،
الثمانيه دول دخلوا جوه معسكر مغلق لحد شهر 3، كانوا بيختاروا منهم اربعه لان الجامعه دلوقتي محتاج اربعه، بس اللي بيسافر برضو بيلعب ثلاثه واربعه ده الاحتياطي. والرابع ده ممكن يخش اي ماتش ولا بيبقى من اول بطوله بره؟ لا لا لا، ممكن يخش اي ماتش عادي يعني على حسب طبعا اختيار الجهاز الفني. بالظبط، هو اللي بيختار مثلا اللعيب ده مثلا متميز في كاتا معينه، حلو، فبيخش مثلا في الكاتا دي نأديها بس، وبيبص على الفرقه الثانيه برضو يعني. طبعا الفرقه الثانيه احنا طبعًا. احنا بيبقى اربعه يعني، احنا هو اختارنا من الثمانيه اللي اختار اربعه بس، ممتاز. هو بيبدل بيننا يعني، فبيشوف انهي الافضل لانهي كاتا مناسبه. نعم. بس فاحنا قعدنا بتاع شهرين كاملين بنتمرن كاتا وفتنس يعني، مطحونين حرفيا. نعم. بس بعد كده طبعا سافرنا البطوله هناك. طبعا الاجواء، طبعا اجواء غانا طبعاً صعبه طبعاً، حاجات طبعاً كلها في الحر. حلو بس حلو، انا بحب افكر هي حلوه بس مشكله في الحر. الحر ورطوبه جدا رطوبه يا باشا. بس عايز اقول لك انا كنت مركب الطياره ورايح افريقيا، كاميرون بالذات، غرب افريقيا، كاميرون، غانا، غينيا، السنغال، انا حقيقي كنت ببقى سعيد. الشعوب دي مالي، الشعوب دي طيبه جدا وبلادهم جميله. يعني في غانا كمان الاكرة اللي احنا كنا رايحينها دي كانت على الساحل. كانت على الساحل، فكانت في مناظر حلوه فيها يعني، في بعض المناظر كانت حلوه، بعض المناظر اللي هي كانت عاديه يعني. بس افريقيا افريقيا في الاول في الاخر بس. طب انتوا الماتشات المهمه لعبتوها ايه في البطوله؟ يعني ايه الفرق المهمه؟ يعني احنا لعبنا ثلاث ماتشات كاملين، هم كانوا توتال ثلاث ماتشات. كان كام فرقه؟ اربعه المشاركين؟ لا، هو كان كنا 8 اعتقد، كانت 4 في شجره و4 في شجره ثانيه. فاحنا كان معانا في شجرتنا كانت جنوب افريقيا. المغرب ساعتها ما كانتش مشاركه بكاتا جماعي رجال. حلوه، سهلت علينا الدنيا شويه. بس حتى لو كانت معانا كنا هنكسبها برضه ما شاء الله. احب انا الثقه دي قوي. ممتاز ممتاز. فاحنا لعبنا اول ماتش مع فرقه دوله افريقيه، وبعد كده دخلنا على جنوب افريقيا في نص النهائي. بس بعد كده كسبناه، بعد كده لعبنا الجزائر في الفاينل. طبعا الجزائر كان ماتش قوي لان فريق الجزائر يعني كان محقق قبل كده كذا مره بطولات. كان خسرنا منهم قبل كده ولا كان خسرنا منهم؟ لا خسرنا منهم مره يعني، كانت سنه 2021. لا يعني او 20، لا 2020 من بعيد. بس الماتش ده كان جامد. الماتش ده كان يعني كان بيحدد حاجات كتير يعني. ده في الفاينل صح؟ عملنا ايه؟ طب كسبناهم كام؟ لا كسبناهم فرق درجه ونص. ده كتير قوي يعني. انا بسمع حاجات درجتين ودرجه ونص. لا ده احنا الموضوع الحمد لله فرق درجه ونص يعني، الحمد لله كنا فارقين قوي عنه. بسم الله ما شاء الله، الحمد لله. بسم الله، مبروك. الله يبارك فيك، الله مبروك. المكسب اكيد وحاجه تسعدنا. طب حبيبه اجيلك برضو لان لازم اسالك عن شعورك لما جالك التليفون، حبيبه اجهزي يوم كذا، هنتقابل يوم كذا عشان في تكريم من سياده الرئيس. ايه اللي حصل؟ قولي لي كمان البيت حصل فيه ايه. طبعا الصراحه يعني انا لما جالي المكالمه دي انا كنت صراحه حاسه بخضه كده شويه. انا المفروض اعمل ايه؟ كل الحاجات دي. فكنت مبسوطه قوي كمان. فلما روحت قلت لبابايا ومامتي كانوا مبسوطين بيا. كنت في مناقشه مشروع التخرج كمان. حلو جدا، ده حاجه جميله، ده بالعكس ده تديك ثقه. كنت مبسوطه قوي صراحه داخله وانا مبسوطه. طبعا طبعا. فلما روحت قلت لهم كانوا مبسوطين بيا قوي وفخورين بيا جدا، وكانوا مستنيين اليوم ده يجي عشان يفضلوا بقى يقولوا ويوروا الصور وكده. فيعني صراحه كانت لحظه حلوه جدا يعني، لحظه اي بطل هيتمناها يعني، ان هو يشوف الرئيس طبعا ويتكرم منه. فدي حاجه كبيره. عايز اقول لك ان انا متاكد ان انتوا فرحتكم بالتكريم اكتر بكتير. طبعا ده اكيد. طبعا ده أكيد. اكيد. انا كنت رياضي وعارف الكلام ده اكيد. يعني التكريم ده حاجه يعني في العمر ممكن يحصل مره. في اجيال لعبت وبطلت وما اتكرمتش. ده حقيقه. وخدت ميداليات كتير بس ما اتكرمتش لانه ما عملتش الانجاز اللي يرقى لتكريم سياده الرئيس. عشان كده احنا كنا مبسوطين قوي ان احنا اتكرمنا. هل حصل انتوا قدرتوا تشكروا سياده الرئيس على هذا التكريم؟ يعني هل شكرتوه؟ هل حصل يعني كلام جانبي احنا مثلا؟ احنا كان نفسنا والله. بس هو كان الاجواء طبعا كانت الاجواء ما تسمحش ان احنا نعمل كده. بس احنا طبعا كان نفسنا يعني نسلم. انت عندك الهوا اشكريه دلوقتي على الهوا يعني. انا افضل اشكره طبعا يعني. انت طبعا احنا على الهوا دلوقتي تقدري تشكريه طبعا. بنشكره وبنشكر ان هو دايما بيشجعنا ودايما يعني اي طلبات لينا احنا لو بنقدمها لاي جهه فبتترد علينا على طول يعني. الحقيقه انا سعيد بيكي قوي جدا وفرحان بفرحكم ده. ونفس الكلام يا مصطفى، ايه اللي حصل بقى؟ بلغوك ازاي؟ كنت فين؟ وقلت لمين اول حد بقى؟ يعني انت التليفون جالك يا مصطفى كذا كذا في تكريم، قفلت وكلمت مين؟ احكي لي بقى اللحظه دي. انا ساعتها كنت في البيت عادي يعني. حلو. طيب كويس. كنت نايم. كنت نايم. صحيت. هم كلموني بقى. كان حد من الاتحاد عندنا، اداري الاتحاد، كلمنا قال لنا ان في تكريم من سياده الرئيس يوم كذا بالميعاد والمكان. طبعا انا اول مره في حياتي برضه اتكرم من سياده الرئيس. طبعا حاجه ان شاء الله ما تبقاش حاجه كبيره. ان شاء الله يا رب. حاجه طبعا كانت
كبيره ويعني قمت عملت ايه بقى؟ فوت ورحت لمين بقى؟ كان حد معاك في البيت من الاسره؟ لا كنت لوحدي. كنت طب ما كلمتش حد؟ عملت ايه؟ كلمت بابايا بقى. كلمت بابايا الحق يا بابا كذا كذا كلموني وبتاع. قلت له في تكريم رئاسي وانا رايح وهتكرم وكده. فبابا طبعا فرح طبعاً. بابا بقى طبعا بلغ العيله كلها. حتى يعني جده اول مره يعني بيستخدم الفيسبوك تقريبا، نزل بوست ساعتها بقى. استخدم الفيسبوك مخصوص عشان طبعا حقه يا باشا حقه. بس ساعتها برضه انا كنت بخلص بقى برضه اخر سنه في الكليه عندي وكنت متخرج، فدي كانت بعد التخرج على طول برضه. طيب وقول لي بقى ليله يعني ثاني يوم انت بقى انت كنت تجمعوا الساعه كام؟ احنا اتجمعنا الساعه 6 الصبح. ايوه ما انا بسال بقى ليه؟ عشان انا عارف انه المواعيد دي بتكون بدري قوي، سيادة الرئيس بيصحى بدري قوي وبيبقى يبتدي يومه بدري. فتجمعت هناك 6 الصبح. تقريبا ما نمتش. يعني طول الليل عارف في فرحه وفي صعب وعمال تجهز وتكوي في هدومك. انا عارف الشعور ده، انا عارفه. عملته كده صح؟ لا انا بس نمت ساعتين يعني اكتر من ساعتين. طب الحمد لله كويس لحقت تنام ساعتين. وانت حبيبه برضو جهزتي هدومك وقعدتي؟ صراحه لا صراحه انا ما نمتش يعني فعلا. لا انا طبقت عادي، ما كنت من الحماس بقى وهلبس ايه وده ظابط ولا لا. طبعا وهقف فين وهل يا ترى سيادة الرئيس هيشوفني ولا لا ولا هيسلم عليا ولا لا؟ طبعا تساؤلات كثيره. بس خليني برضو اسالك يا مصطفى، يعني كله زي ما سالت يعني النجوم اللي كانوا معانا في الفقره الاولى، تكريم سيادة الرئيس حاجه واحنا رايحين في الاوتوبيس تكون عادي، ما احنا بنبقى بس اول ما بنقف والباب يتفتح وسيادة الرئيس يخرج علينا في هيبه كده. إيه في هيبه وفي نفس الوقت خوف اللي هو وفرحه. طبعا في فرحه كبيره طبعا. كوليكشن يعني زي ما بيقولوا او خليط شعور كوكتيل ايموشنز كده حلو يعني بين الفرحه وبين الخوف. لا بصراحه انا كنت مبسوط جدا يعني، كانت اكتر حاجه طبعا عليا هي الفخر والانبساط بصراحه. انا كنت مبسوط بحاجه زي دي وبالتكريم اللي صراحه كرمه لنا سياده الرئيس يعني. ان شاء الله ما يبقاش اخر تكريم باذن الله يا مصطفى. طب وانت حبيبه ايه بقى الكوليكشن المشاعر ده؟ كان ميكس فيلينجز كده، الانبساط على خضه على انا شايفاه بجد ريل لايف كده. فكان صراحه ميكس فيلينج حلو قوي يعني. انا حتى بعد ما خرجنا كنت اللي هو انا كنت بكرم فعلا اللي هو الاحساس بجد. طب بجد طيب ده يديك دافع اكتر ان انت تبذلي مجهود اكتر؟ اكيد طبعا اكيد يعني. في البطولات اللي جايه قدام هيبقى عندي ان انا عايزه ادوس اكتر، عايزه اظهر اكتر، عايزه اجيب ميداليات اكتر، عايزه اكرم تاني اكيد. فده هيدينا طبعا دفع لقدام لينا كلنا يعني. وانت مصطفى التكريم ده اكيد هيدفعك لقدام؟ طبعا. حاسس ان انت عايز تكرر التكريم ده تاني؟ اكيد اكيد طبعا. الواحد لازم يسعى ويفضل يشتغل على نفسه لحد ما يوصل التكريم ده تاني. فطبعا التكريم ده بالنسبه لي مديني دافع كبير ان انا ان شاء الله عايزين نتعب ونجتهد ونكسب بطولات اكتر عشان سيادة الرئيس يعرف يكرمنا اكتر واكتر. انتوا قدها ودود، والحقيقه انا سعيد جدا بيكم. وزي ما توقعت ان فرحتكم بالتكريم هتكون اكتر بكتير من فرحتكم بالميداليه. حبيبي انا بشكرك، نورتيني وشرفتيني. شكرا لحضرتك. شكرا. واتمنى لك مزيد من التوفيق وان شاء الله تبقى ضيفتنا دايما كالعاده بميدالياتك بمجهودك بشغلك، حاجه مشرفه جدا. بشكرك. شكرا لحضرتك. شكرا مصطفى، بشكرك ضيف العزيز. بس انت سنه بعد سنه بتكبر ما شاء الله، وسنه بعد سنه بتحقق طموحات لك اكتر. ان شاء الله برنامج الابطال يبقى دايما وش حلو عليك. طبعا. شكرا حضرتك، نورتنا يا مصطفى. نور حضرتك والله. اعزائي المشاهدين دي كانت فقرتنا، هنطلع الفاصل هنستضيف بقى الجهاز الفني اللي ساهم بشكل كبير في هذا الحدث الكبير او الانجاز الكبير. هيكون معانا كابتن تامر جمال الدين، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. واكيد اي نجاح او اي يعني انجاز بيتم تحقيقه ورا في الكواليس في جندي مجهول بيكون هو اللي بيدير، هو اللي بيخطط، هو اللي زي ما بيقولوا بيعد. وطبعا اي مدرب او اي مدير فني علاقته باللاعب مش بس انه مدربه، لا ده بيبقى طبيبه النفسي، بيبقى حد من اسرته بيثق فيه. فعندنا اكيد مديرين فنيين ومدربين على اعلى مستوى ساهموا في هذا الانجاز ان لاعبتنا الحقيقه يعني يساعدوا منتخبات مصر ومش كده بس، ويحققوا ميداليات ويرجعوا بترتيب كبير. ضيفي دلوقتي هو احد طبعا هؤلاء الجنود المجهوله، مش عايز اقول مجهود يعني مجهوله ومعلومه في نفس الوقت، لانه بيدي للعيبته خبراته وبينقلهم نقله فنيه كبيره. معايا احد يعني عناصر هذا النجاح، معايا كابتن تامر جمال الدين، مدير طبعا المدرب الكاتا في النادي الاهلي سواء رجال او سيدات. اهلا بيك يا كابتن تامر. اهلا بحضرتك استاذ، منورنا. واكيد انت اكتر واحد سعيد النهارده. طبعا الحقيقه ولاعيبه النادي الاهلي. طبعا لعيبه النادي الاهلي دايما مشرفينا في كل المحافل الدوليه، وطبعا تكريم الرئيس ده حاجه كبيره جدا ليهم،
وحاجة أسعدتنا كلنا، كل الجهاز النادي كله يعني إداري وفني وطبي، فدي حاجة إن شاء الله باستمرار لعيبة النادي الأهلي يبقى على منصات التتويج ويبقى محط أنظار كده تكريم الرئيس إن شاء الله. إن شاء الله. ويمكن لعيبة القطر في النادي الأهلي يعني أكيد مروا معاك بفترات طويلة من التدريب، ويمكن أخص بالذكر مصطفى مباشي، أنت مرنته من 3 سنوات ونص حتى الآن، يعني 20 سنة أنت اللي بتمرنه. سعيد بإنجاز مصطفى؟ أكيد طبعا، مصطفى دايما مشرفنا طبعا، مشرفني أنا شخصيا، مشرف النادي الأهلي ومصر كلها. مصطفى فعلا زي ما حضرتك كده قلت، هو بادئ من هو عنده 3 سنين ونص، وكان لسه يعني حاجة صغيرة كده، كنت أنا متنبئ له إن هو هيبقى بطل العالم. فعلا يعني أنت فعلا توقعت له كده؟ طب دي حاجة جميلة، يعني هو كان خامة يعني أنا الحمد لله يعني بيبقى عندي برضو كده نظرة للاعب اللي هو بعرفه من بصة عينيه واهتمامه وتركيزه وان هو عايز يعمل حاجه. من 3 سنين ونص شفت ده؟ انا شايفه بجد في انا كان عندي طبعا خبرات قبلها يعني طبعا، وكان مصطفى كان من اول تجاربي كمان في النادي الاهلي، يعني انا في النادي الاهلي من 2005، فمصطفى من اوائل اللعيبه اللي مرنتها في النادي الاهلي، وهو كان اصغر لاعب في التيم. يعني هو اصلا حتى احنا بنبدا دايما مدارس الكاراتيه المينيمم يعني 4 سنين، فهو كان يعني اتحط لي ان هو ابص عليه الاول هو هينفع ولا لا. فهو كان يعني محط نظري اصلا ان انا عايز اشوفه ان هو حد لسه اصلا سنه ما كملش 4 سنين. الجميل ان هو صنعت ايدك يعني ما شاء الله، يعني انت من 3 سنوات ونص توصله ما شاء الله حتى يتكرم من سيادة الرئيس، وقبليها انجاز كبير في بطوله الافريقيه وكمان على منصات التتويج في بطوله العالم. فالنهارده اكيد يعني ده يمثل لك شيء، يمثل لك تعبك، شقاك، يمثل لك رؤيتك، تحديك لنفسك، ما انت تحديت نفسك عشان طبعا. يمثل لك ايه يعني نهى كمان اتمرنت معاك فتره من الفترات نهى اتمرنت معايا في فرق جماعي يعني جماعي. صغيره 12 سنه 13 سنه كده يعني. طب شعورك ايه يعني، هل انت النهارده بتقول لا انا عايز اعيد التجربه تاني مع مصطفى، عايز اشوف 10 مصطفى تاني يعني طبعا عيد معهم التجربه؟ هو انا اوريدي انا بعمل كده فعلا، انا لحد الان بعد يعني الفتره دي كلها برضو ما زلت بحب ان انا يعني اخد اللعيب اللي هو الصغير الحزام الابيض دوت، ويعني اشتغل حاجه حاجه واوصله يعني كده ان شاء الله يبقى لعيب منتخب ويشرف كده النادي الاهلي ومصر كلها ان شاء الله. ايه متعتك في كده؟ متعتي ان انا بشوف يعني حاجه زرعه انت بتربيها، يعني انا اصلا يعني راجل تربوي اصلا يعني بعيد حتى عن مجال الرياضه يعني نعم. انا يعني اشتغلت حتى في التدريس يعني بلغه انجليزيه فتره فعلا يعني. ما شاء الله. فبحب يعني الحته دي لان يعني ابني لاعب وازرعه وازرع فيه شويه برضو الحاجات الايثكس يعني بتاعت الرياضه عموما والمنافسه، ويبقى يعني عنده الطموح وعنده المثابره، ولما نقع نرجع نقوم تاني ونكافح تاني، ويبقى دي اسلوب حياتنا، لان احنا في الاخر كده كده في يوم من الايام هنبطل رياضه، بس الشخصيه هتفضل عايشه، فشخصيه اللاعب اللي يفضل عنده روح يعني المثابره وان هو عنده روح الكفاح وان هو حتى مهما حصل له من مشاكل يقدر يعني يمانج المشاكل دي، فدي يعني شخصيه انا بحب ابنيها اصلا حتى قبل البطوله يعني. عايز اقول لك انا اتمنى اشوف منك عدد انفينيتي او عدد لا نهائي من مدربين زيك، لانه المدرب لما بيبقى هوايته صناعه اللاعب، مش كل المدربين كده يعني، مش كل المدربين اغلبتهم، وطبعا ده مدارس عايز لعيب جاهز، عايز لعيب يحط له رتوش بس بالظبط. انما انا عاجبني فيك ان انت على استعداد تاخد لعيب بحزام ابيض لسه ما اعرفش اي حاجه. لسه لحد الان فعلا عندي كده يعني، عندي لسه مدرسه باخدها لسه، هم مثلا بادئين من سنه حزام اورنج دلوقتي، وفيهم برضو العمر اللي انا بدات فيه مع مصطفى اللي هو ال4 سنين وال5 سنين. متوقع اليوم لحد يبقى زي مصطفى؟ في والله في خامات كده بوصلها كده، وبستنى بقى يعني ايه طبعا يعني ما انكرش طبعا فضل كبير يعني بعد ربنا طبعا لبابا وماما مصطفى، لان هم ناس طبعا دول شركاء النجاح يعني، ان هم قدروا ان هم يعني يكافحوا طول الفتره دي، وان هم يحافظوا على عدد تمارين مصطفى اثناء الدراسه اثناء المرور حتى تغذيته كل حاجه. انا حتى بتكلم على حته الدراسه لا ايام ثانويه عامه لا قبلها الاعداديه، في اولياء امور كتير يقول لك لا دي الرياضه هتعطل يعني الاعداد، فلا خلينا نركن السنه دي. لا مصطفى يعني الحمد لله عمره ما بطل رياضه باستثناء فترات الامتحان بس يعني هي دي ممكن، وبرده بيبقى بنرتبها ما بنبطلش بنرتب بننظم يعني. طب قول لي يا كابتن برده يعني دكتور مراد عاصم رئيس الجهاز الاب الروحي للكاراتيه في النادي الاهلي، دكتور مهند مجدي عضو مجلس اداره وبطل العالم في الكاراتيه، كلمني عن علاقتك بيهم، ازاي النهارده دعم النادي الاهلي
ممثل من خلال الاثنين وطبعا ده نشاط رياضي كمان اكيد طبعا. كلمنا عن دعم النادي ليك وان هو يساعدك ان انت تقدم مهمتك. هو طبعا النادي الاهلي يعني من زمان وهو طبعا يعني محط انظار اي مدرب ان هو حابب يمرن فيه، وانا كان ده طموح عندي طبعا. لما حصل ان انا بدات في النادي الاهلي كنت يعني انا شغلتي ان انا اجي امرن، ودي طبعا ده عشان اقدر انا كمدرب اعمل كده، دي وراها طبعا جيش كبير من الاداريين بمدير الجهاز الاداري بالدكتور مراد رئيس الجهاز، مديرين الفنيين، المشرفين القطاعات، كل دول بيسهلوا لي طبعا موضوع حتى عمال الصاله كمان يعني كله بيجهز لك المناخ ان انت حاجه متاحه بتسهل لك طبعا انك انت جاي مركز جاي تشتغل تقضي تمرينتك وحدتك التمرينيه يعني بجميع وسائل المتاحه عندك بتقدر تعمل تمرينه مفيده للاعب. يعني كاراتيه النادي الاهلي يمثل ايه للكاراتيه في مصر؟ هو القمه، هو التوب بتاع مش مصر بس يعني افريقيا. النادي الاهلي من اكبر انديه العالم اصلا، فيها عدد لعيبه ممارسين لنشاط الكاراتيه، اكبر نادي فيه عدد جهاز فني على الثلاث فروع، اكبر نادي عامل انجازات فعلا دوليه متجمعه في مكان واحد. يعني حتى لو في ابطال عالم موجودين في طبعا بلاد كتيره، بس بيبقوا شبه مثلا مدارس اكاديميات كده، بس لا احنا الحمد لله يعني بفضل الله ان احنا يعني النادي هو اللي يعتبر مهيمن على الكاراتيه في افريقيا كلها. يعني طب ده يفسر لك او يفسر لنا ليه الزيارات المتعدده من منتخبات العالم ومدارس من اليابان ولاعيبه منتخبات كثيره بتيجي تعمل ماتشات على النادي الاهلي؟ ده السبب مثلا؟ هل هم عارفين بالنادي الاهلي طبعًا طبعًا. وبيجوا يحتكوا مع لعيبه النادي الاهلي؟ اكيد، وكان لسه عندنا بطوله قريبه هنا في القاهره البريمير ليج، وكان عندنا منتخب الكويت وعندنا منتخب امريكا وعندنا منتخب لعيبه من الصين برضو جم لعبوا معانا واتمرنوا معانا جم اتمرنوا في صاله الكاراتيه في نادي في الاهلي في مدينه نصر. كابتن، مستقبل الكاراتيه في النادي الاهلي مطمن عليه؟ وبالتالي لو مستقبل الكاراتيه في النادي الاهلي جيد فمستقبل الكاراتيه في مصر كله اكيد هيكون جيد. مطمن على مستقبل الكاراتيه يعني في العشرة سنين القادمه عندنا كوادر، عندنا خامات او عناصر جاهزه ان شاء الله تاخد الهاند اوفر من اللعيبه اللي موجوده دلوقتي؟ ان شاء الله باذن الله. واحنا دايما في جيل دايما بيطلع، دايما احنا حريصين على كده القاعده. يعني ودي كانت يعني السياسه بتاعت دكتور مراد ان هو يعني وبيكملها برضو المدير الفني او رئيس الجهاز الحالي كابتن خالد فضل، اللي هو ان احنا الاهتمام بالقاعده، القاعده هي الاساس لان دي اللي هتسلم جيل استمرارية. يبقى في استمراريه. طول ما عندنا قاعده طول ما هنقدر نبني هرم عالي وانجازات وثابت عالية. بالظبط. كابتن تامر انا سعيد جدا بكلامك، وزي ما قلت حضرتك في نصف الكلام اتمنى اشوف واستنسخ من الفكر بتاع حضرتك وشخصيتك واسلوبك في التدريب، انت استنسخ منك عدد كبير جدا من المدربين جداً. واتمنى ان يكون يعني المدربين بيتفرجوا علينا ويتعلموا. متشكر جدا، متشكر دايما حضرتك دعمك للكاراتيه وكل العاب النادي الاهلي. يعني حضرتك يعني من الرموز الاعلاميه اللي بتهتم دايما بالكاراتيه وتكريم الكاراتيه، ودايما كان رب مكرم الكاراتيه في النادي الاهلي وهو في اعلى منصات التتويج ان شاء الله. خلي بالك كابتن، احنا طبعا اكيد يعني بنساندكم وبنقف وراكم، بس انتوا الاساس، انتوا الابطال، انتوا صانع الابطال، وانتوا اللي بتعملوا التاريخ الكبير. احنا بنحاول ندعمكم كل اللي بنقدر نعمله ان احنا نحط الضوء على التابلوه الحلو اللي انتوا بتعملوه. بشكرك يا كابتن، نورتنا وشرفتنا. شاكر جدا. شكرا كابتن. طبعا تامر جمال الدين مدرب النادي الاهلي في الكاراتيه، بشكرك نورتنا وشرفتنا. شاكر. اعزائي المشاهدين، زي ما حضراتكم شفتوا النهارده لعبه الكاراتيه، ودايما احنا حريصين نكون قريبين من هذه اللعبه لما تمثله من اهميه لمصر في المحافل الدوليه سواء الاولمبيه او الالعاب الافريقيه او حتى الالعاب العربية. شفنا النهاردة تكريم سيادة الرئيس للاعبتنا ولاعيبة المنتخبات المصرية بشكل عام، ولاعيبتنا كانت جزء منها، وقد ايه فرحتهم بالتكريم أكتر من فرحتهم بالحصول على ميدالية. وهو دي اللي بينتظره اللاعب، ودايما بيحس ببلده وبتعلي الحس الوطني قوي عند كل لاعبنا، وحتى اللي ما فازش بميدالية بيبقى عايز يفوز عشان يحظى بهذا التكريم من جديد. بشكركم شكرا جزيلا حسن المتابعة، وإلى حلقة جديدة من الأبطال.